السويح اللي حقق دور الكرة الطائرة للمرة 11 في تاريخه، ويأكد أن اللعبة هذه عندها مكانة كبيرة داخل أروقة النادي وفي مدينة مصراتة بشكل عام. أهلا بكم في حلقة جديدة من سكور، معنا مهند نجم. في مصراتة وقبل أيام بسيطة كمل اتحاد الكرة الطائرة مسابقة دوري السنة هذه، وقدر فريق السويحلي يفوز باللقب رقم 11 في تاريخه بعد ما تصدر النهائيات في مراحلها الثلاثة في بنغازي وطرابلس وأخيرا في مصراتة، رغم خسارته في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بنغازي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، واللي بالمناسبة عادل السويحلي رقمه في عدد التتويجات. اتحاد الكرة الطائرة وفي اليوم الختامي من البطولة قام بتسليم اللاعبين الجوائز الفردية، وتحصل أكبر لاعب في السن في هذه البطولة فؤاد المعروق نجم السويحلي على جائزة أفضل ليبرو بعد مجهوداته اللي قدمها على مدار الموسم، ومع العلم أن فؤاد تجاوز عامه 40 ومازال لعند توا يلعب بشكل أساسي ويقدم في مستويات عالية، وأثبت أن العمر مجرد رقم. السويحلي البطل، حصده لعابته جوائز عديدة، وقدر رواد الرويحة أن يحقق جائزة أفضل لاعب مستقبل، وفاز زميله محمود الأشلم بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومشهد جائزة أفضل معد في البطولة للقائد والنجم عبد الرحمن دغدنة. النسخة هذه كانت إيجابية على نادي النصر، الفريق اللي غاب على التتويجات لسنوات طويلة حصد المركز الثاني في البطولة، وتحصل لاعبه محمد موسى الدرسي على جائزة أفضل ضارب، وقدر أنس الوداني يفوز بلقب أفضل سنتر. الأهلي بنغازي حتى هو قدم موسم مميز وجيل كويس حيكون عنده مستقبل، وفاز لاعبه محمد رافع بجائزة أفضل لاعب مرسل في البطولة، ولاعبه الكازاخستاني ريزانوف تحصل على جائزة أفضل محترف في نهائيات ليبيا على مدى مراحلها الثلاثة. موسم الكرة الطائرة رغم أنه مر بلحظات عصيبة إلا أنه اكتمل في نهاية المطاف مرة أخرى. نباركوا لنادي السويحلي بمناسبة تتويجه، ونتمنى له التوفيق لباقي الفرق أيضا في المواسم الجاية على أمل ارتفاع المستويات الفنية في السنين الجاية. للقاء في حلقة جديدة من سكور.